السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهم جدا لكل الناس اللي ناوية تشتري عربية اودي كيو 2. العربية يا جماعة انا حبيت اعمل الفيديو ده علشان في ملاحظة مهمة جدا، وانتوا بتشتروا اي عربية من اي معرض لازم تخلوا بالكم من نوع الكاوتش اللي راكب في العربية وانت بتسلم عربيتك، سواء من وكيل سواء من معرض اي حاجة. المهم تخلي بالك، انا بقول لكم الفيديو للاطمئنان مش للتشكيك، تمام؟ الكاوتش طبعا من هنا نوعه كونتيننتال زي ما حضراتكم شايفين كده، المقاس بتاعه 215 على 50 ار 18 دبليو. بس ده بكل بساطه الفيديو اللي كنت حابب يعني اعرضه لحضراتكم، لان طبعا في ناس كتير قوي بتقعد تسالني على نوع الكاوتش، وفي ناس طبعا بتنتقدني ايه الفيديو اللي انت عامله ده، لكن انا بعمل فيديو والله لوجه الله، وتحفيزا لان انت بتستلم عربيتك او بتستلم اي حاجه عامه في الدنيا خلي بالك من حاجتك وانت بتستلم. انا نفسي بخلي بالي وانا بستلم اي حاجه بشتريها، اي حاجه بشتريها لازم اخلي بالي، وبستفاد من الاخرين. يعني لو بتشتري حتى موبايل، شكرا ليكم ولتعاونكم وطبعا لدعمكم واشتراككم واعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.